بس يا حكيم يا ريت صارت من زمان كتير. قديش كنت وفرت على المسيحيين وعلى لبنان. حرب كلامية باردة بين الرئيس سعد الحريري والدكتور سمير جعجع، سببها ترشيح الحريري لسليمان فرنجية، ونتاجه تبني جعجع ترشيح العماد عون للرئاسة الأولى. أعلنوا تبني القوات اللبنانية لترشيح العماد ميشيل عون. الخلاف ظهر للعلن على الرغم من المساعي للحؤول دون تبادل الحملات بين الطرفين، وحصره في اختلاف آني تكتيكي ومرحلي بعيدا عن الخلاف السياسي. بعض المحيطين اللي عليها أن يكون مثل هذه الجهود يعني والمساعي عم يضوا بمواقف وتصريحات قد تسيء إلى هذه العلاقة وتزيد الشرخ عمقا. يتفق الطرفان على ثوابت 14 أذار وبمضيهما بقانون 60 إذا ما جرى الاتفاق على قانون انتخاب. على حزب الله أن يجمع الجنرال عون وسليمان فرنجية وحفظ الألقاب، لأنه هن من أفريقاء 8 أذار، يجمعون ويقرروا بالنتيجة مين بده يبقى، وساعتها بنشوف. هل معقول التيار يرجع يمشي بترشيح ميشيل عون؟ نحن لحد هذه اللحظة نحن مستمرين بترشيح الأستاذ سليمان فرنجية. الوضع يلي موجود اليوم بحاجة إلى معالجة، وأنا بعتقد كل ما تأخرنا بمعالجة الأمور كل ما الأمور تفاقمت، وبالنسبة لنا كأويت في إرادة إلى المعالجة أكيد من قبلنا. عم يتفتش أنا برأيي بكتير محلات عن مثل ما بيقولوا هيك الكلام عن أمور تبعدنا عن بعضنا. لا تواصل مباشر بين الحريري وجعجع، كما أن دائرة الخلاف شملت قواعد الفريقين. رواند أبو خزام، قناة الجديد.